السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. حياكم الله إخوان، مرحبا بكم مرة أخرى. كما وعدتكم هذا الفيديو يكون إن شاء الله حول كتابة الشكاوي والطعون والتظلمات إلى آخره. نحن بالنسبة لنا نحن كأساتذة دائما أقول أساتذة أكتبوا تعلموا تكتبوا وتقوم بالمرافعة عند مدير التربية وربما حتى عند الوزارة، لمنع. بالمناسبة يعني كانت الكثير من يعني من الطلبات طلبوا مني أن أكتب لهم شكاوي متعلقة بالمسؤولين، يعني تعرضوا للظلم إلى آخره. آخر شخص ربما أستاذة طلبت مني أن أكتب بالنسبة لوضعيتها، تعرضت لمجموعة من التجاوزات من طرف المسؤول المدير هذا، من الإهانة التهديد يعني قلة الاحترام إلى آخره، من تجاوزات محاولة إرغامها على حراسة الساحة وحراسة المطعم إلى آخره من التجاوزات. أنا الآن ما يجب علي أن أقوم به هو أن أحدد هذه التجاوزات والتهم التي أريد أن أكيلها لهذا المسؤول أو هذا الشخص، هذا مدير. فلا بد من تحديد هذه التهم. لماذا؟ عندما أحددها أنت ستعرف ما هي القوانين التي تحتاجها. أنا أريد أن أكتب تحرير إداري يعني بمضبوط بشكل مرجعي، حتى لا يكون يعني إنشاء من أجل إنشاء فقط، يجب أن يكون مضبوط بالقوانين المرجعية. نبدأ مباشرة. إذن عندي هذه الصفحة هنا، هذه شكوى سابقة لأحد الأساتذة، يعني كان عندي ربما حزب مليء بالشكاوي تظلمات بخصوص النقطة، بخصوص الملف أعتقد أنه في الجهاز الآخر، شاركته العام الماضي وتم إضافة مجموعة أخرى من النماذج أخرى، لكن لا بهم. إذن هذا نموذج. أنا لا أريد أن أعطيكم نموذج مباشر، ولكن أريد أن أبدأ معكم من البداية كيف نكتب شكوى محكمة. بالنسبة لهذا الرأس هنا، طبعا ضبط الورقة أعتقد أنكم جميعا تعرفون هذه الأشياء، ضبط الورقة وفي الوورد وهذه الأشياء بالنسبة للذي يكتبه بالحاسوب، يعني الاتجاه وتنسيق الورقة وهذه الأشياء بسيطة. أنا لا أعتقد أنكم في حاجة إلى هذه الأشياء، ولكن إذا كان لابد من شرحها نشرحها. من السيد تكتب اسمك، أستاذ بالطور، تذكر الطور الأستاذ مثلا الطور الثانوي وطور كذا، تذكر الطور أو تستطيع أن تكتب مباشرة أستاذ من المدرسة وتذكر معها المؤسسة، المؤسسة ورقم الهاتف. إلى السيد مدير التربية لولاية، تذكر ولاية، عن طريق السيد المفتش، عن طريق مدير المؤسسة. البعض فقط يسامح في حقه لأنه يرهز السلم، يقول لك أنا راح نعطي للمدير والمدير يعطي للمفتش. لا يهمك مفتش أو كذا، أنت فقط تأخذ الحجة، أنت فقط تجعلها حجة عليه. ما يجيش المدير يقول لك ما بعت لياش، المفتش يقول لك ما شفتش، لا، أنا نعطي المدير إذا وقع عليها أكتب أخذ نسخة، لا يهمني، يعني عندي نسخة نعطيها للنقابة تدفعها، واللي وقعها المدير يوصلها. إذا رفض المدير التوقيع أقلب الورقة، رفض المدير التوقيع بتاريخ كذا الساعة كذا، وديها، لا تحتاج إلى مفتش إدارة ولا، ديها بنفسك للمديرية، لأنه خلاص غير يقلبوها يلقوا بأن المدير رفضها، خلاص راهم فهموا. إذا قلت هذا الرأس هذا يبقى نفسه، لا يتغير، تدخل فقط المعلومات الخاصة بك، ننسخه. يعني نحن سنكتب تقرير من البداية الشيء. الآن الموضوع هنا الموضوع، كل شخص يكتب ما يناسبه، طلب تدخل، شكوى وتظلم إلى آخر، كل شخص يكتب ما أنا أطلب طلب تدخل، يعني أطلب من السيد المدير مدير التربية التدخل، لأنه هذا الأمر بلغ السي لزوم، الموضوع طلب تدخل. الآن قلت أهم شيء المرجع، أهم شيء المراجع، لابد أن تعتمد على المراجع، وعندما تكتب أكتب بمرجعية، لابد أن تطلع على القوانين. إذا واجهت صعوبة في تحديد المراجع، أعطيني التجاوزات ولا التهم اللي راك باغي تكيلها للسيد وأنا نخرج لك القوانين. ربما معلوم إذا يعني إذا كررت كتابة أكثر من مرة الطعون تبدأ تفهم
طريقة اعتماد المراجع. الصعوبة الصعوبة كل الصعوبة ليست في الإنشاء، هذا الكلام كلنا نعرفه، الإنشاء كلنا كيف وما هي النصوص التي تحتاجها. أنا لابد من حتى أعرف ما هي المراجع لابد أن أحدد التهم. الأستاذة اشتكت من التهديد، من التخويف، الإهانة مثلا، هذه كلها هذه الأمور أنا أعرف أين أجدها، أجدها في الأمرية اللي تتكلم على حقوق الموظف. في الأمرية كان المواد اللي تنص على احترام الموظف وكيف يتعامل المسؤول مع كذا، إذا نحتاج إلى الأمرية. إذا الأمرية اللي هي الأمر المتعلق بالوظيفة العمومية 0306 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، هذا أشهر بل هو أعلى يعني قانون في بالنسبة لنا احنا كموظفين. ففي قوانين الموظفين بما أنها تعرضت لإهانة والتهديد وهذه الأمور فهذه موجودة في المواد سأعتمدها نفسها. إذن نرجع ننسخ الأمرية، هذه مرجع نفسه ننسخه، ما نحتاج نعود الكتابة، تستطيع أن تكتب مرجع. نعم صح، الأمر هذا 0306 فيه المادة اللي تنص على احترام الموظف، فيه كذا فيه كذا، يعني أغلب التهم اللي تعرضت لها. الان واش كاين ثاني؟ قالت لك اجبرها على حراسه الساحه وحراسه المطعم. المهام هذه، المهام باش نتكلموا على المهام. انتم الان ما تقدروش يعني ربما تجدون صعوبه، لكن مع كذا انا نقول لكم يعني نعطيك مثلا قاعده بسيطه، اغلب الاحيان انت تحتاج هذا المرجع، يعني هذه الامريه في الغالب في الشكاوي تحتاجها الامريه. لكن ما هي الماده بالضبط؟ هنا تبقى في المهاره نتاعك، انت تعرف الماده. مثلا انا عندما يتعلق الامر بالاهانه وكذا وكذا نمشي للماده 30، انا عارف بان الماده كذلك الماده 42 او 41 كذلك الماده 50 او 52. المهم كاين مواد نعرفها هي اللي تتحدث على المعامله والاحترام وهذه الاشياء وحمايه الموظف والى اخره. واش عندها ثاني؟ عندها المشكل في قالتي يحاول يجبر على حراسه الساحه وحراسه المطعم. بما انه عنده مشكل في القوانين كذا نقدر انا نطعن فيه، انا نطعن في المهام. المهام ماهيش مهام الاستاذ، اذا لابد من نتكلموا على مهام الاستاذ. وين القانون يتكلم على المهام الاستاذ؟ نكتب القانون، قانون توجيهي قانون 0.4 المتضمن نعم وين راهو؟ ها هو انا مش عارف، انا كنت نشارك معكم هذا الكتاب تاع التشريع. خلاص الامريه راهي واضحه، هاي الامريه، هذه الامريه. نزيدو كاين بعد الامريه واش كاين؟ قانون التوجيهي للتربيه، ها قانون 08 المتضمن القانون التوجيهي للتربيه، ها قانون التوجيهي للتربيه. خلاص هذا نحتاجه، اذا كمرجع نديرو. زيد كاين مثلا نعم المرسوم التنفيذي 008 خط 315 المتضمن أو المتعلق بالقانون المتعلق بالقانون الأساسي للأسلاك. ها هو هذا ثاني، هذا القانون الأساسي للأسلاك الخاصة بالتربية. شفت؟ إذا أنا نظن الأمور واضحة، هذا الطيف يبقى نفسه الموضوع، هنا المراجع كل واحد ومهارته، عن طريق تحديد التهم أو تحديد التجاوزات أو التي قام بها المسؤول، هنا تعرف أنت واش هي القوانين المرجعية اللي تعتمدها. إذا أنا نعتمد على الأمرية،
فيها تجاوزات مذكوره في الامريه. كاين القانون لانه يتكلم عن المهام، قانون توجيهي. كاين المرسوم 315.8 ايضا يتكلم عن المهام ومهام الاسر. خلاص نظن كاين واحد الحاجه ثانيه اللي هو القرار، القرار الوزاري رقم 65 المتعلق المؤرخ مثلا في 12 جويلية هكذا أو تاني 12 جويلية 2018 والمتعلق مثلا بكي اسمه هو بكيفيات تنظيم الجماعة التربوية، تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، معليش تقدر تزيدها وسيرها المهم. أيوة الآن نبداو الناس، هذه القوانين نحتاجها، راح نشوفوا كيف راح نرجع لها، سميتها المرجع، راح نرجع لها أنا في الشكوى نتاعي. نبداو الكلام الاول هذا تقريبا نسخه نفسه، يشرفني ان اتقدم الى سيادتكم ضد المدير. احنا نتوقف، ربما نحتاج بعض الاشياء نسخها يعني بدل الكتاب. اهي ايوه يشرفني ان اتقدم الى سيادتكم متضمن الشكوى ضد السيد المدير الذي المدير بسبب ممارساته التعسفية غير المهنية ضدي وغير القانونية، حيث ما تكثرش الإنشاء وتكون كلامك دائما يتكلم بالقوانين والهضرة يعني مو يشير بشكل مباشر، يعني يكون كلام ابتعد نوعا ما عن الإنشاء وهذه الأشياء. حاول أن تشير مباشرة لما فيه أو إلى ما يخدم هذه هذا التحليل. يشرفني تقدم إلى سيادتكم بطلب هذا المتضمن من شكوى ضد السيد المدير بسبب ممارساته التعسفية غير المهنية ضدي وغير القانونية، حيث قام بإهانتي الصراخ في وجهي عدة مرات أمام الأولياء وأمام وترديد عبارة غير لائقة أو وغير تربوية. التربوي مثل نقطتين مثل واش قال الياخد قالها مش وحدة كيف يكتب المعين بسبب عمي هذا مش بسبب العام ايوا ديرها هكا بين نقطتين بين باش تبان خلاص، او مش لازم يثبتوا كل ما ذكرته، اذا قدروا يثبتوها ثبتوها، ما قدروا يثبتوها كاين اشياء اخرى يثبتوها في الطعن. انت ما راح تكتب غير هذا، راح تزيد في مخالفة منه، في مخالفة صريحة منه للنصوص التشريعية التي تحدد
ضبطوا العلاقة بين الموظفين وعلى رأسها. كاين مادة راني ذكر هنا مادة بما انه هو هنها. نشوفوا المواد هنايا في القانون تاع الوظيفة العمومي العمرية يعني. نشوف شوف المادة 27، نشوف المادة 27 المفروض لا يجوز التمييز. لا اذا كان كاين تمييز هذا هو المادة اللي تخدمك. شوف نعطيكم بالنسبة للعمرية كاين، نشوف كاين 27، كاين مادة اعتقد 30، كاين 41 ولا 42 مش متذكر، كاين كذلك 50 ولا 52. يعني هادو هما اللي يتكلموا على قله الاحترام والاهانه وهذه الاشياء من نوع. الى عندك هذا المشكل فهذه المواد اللي تخدمك. نشوفوا الماده هنايا الماده 27 هنا التمييز. ماده 30 يجب على الدوله حمايتها. ايوا الماده 30 مما قد يتعرض من تهديد او اهانه وشتم وقذف واعتداء من اي طبيعه كانت من كذا لقاء من الضرر ويجب عليها ضمان تعويض لفائته الضرر الذي يلحق بها. هذا راه فيه مخالفه صريحه الا كان هو راه. واذا تعرض متفقد يحدد طريقه التنظيم. ساعه نشوف واحد الماده ثانيه يمارس الموظف للموظف الحق في ممارسه مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامه والصحه والسلامه. هاي الماده 37 من حقك انك تخدم في ظروف عمل تضمن لك الكرامه والصحه. هو دار اي كرامه وهذا قاعد يزق عليك ويقول لك الكلام ويرفع صوته ويهينك وكذا الى اخره. اذا عندي هذه الماده 37 ثاني تخدمني، وكاين الماده 42 يجب على الموظف تجنب كل فهم يتنافى مع طبيعه مهامه. نعم هذه تخدمني. كما يجب عليه ان يتسم في كل الاحوال بسلوك لائق ومحترم. هذا ماهوش سلوك، هذا لا هو سلوك ولا هو تصرف اخلاقي هذا. نعم ماده 42 نقدر نستغلها ايضا، وكاين 52 او 53. يجب على الموظف التعامل مع مستعمل، لا هنا يجب على الموظف التعامل بادب واحترام في علاقته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. انا لا احفظ الا ما ينفعني من هذه القوانين. اذا 27 37 30 و 37 ايضا الماده، وكان 52 المفروض الثانيه هي، وكان 42 لكن نخلوها 42 ونخدم ب 52. نشوف هنا ربما نذكر هنا في هذا الكلام هنا ايوه في مخالفة الصراحة لنص المادة 30 من الامر. ايوه هذا الكلام كامل من الامر الذي يقضي بمحل حماية الوظيف ما يقتضي تعرض من تهديد او اهانة او سب او شتم. نعم وكذلك المادة 37 التي تكفى ضرورة ممارسة مهامه في بيئة تضمن له الكرامة والصحة علاوة على المادة التي تفرض على الموظف التعامل بأدب مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. هذا الكلام نهزه، هذا الكلام نفسه، هذا كتبته هنا بطبيعة الحال انا نقص على روحي التحرير فقط. يعني نفس الكلام هذا. هذيك المواد راهي مازال باقيه الماده 41 او 42 نقدروا نستغلوها، لكن انا نحتاجها على راسها اهو على راسها الماده الماده 30 من الامر كذا المذكور على والتي تقضي بوجوب حمايه الدوله للموظف مما قد يتعرض له من تهديد او اهانه او شتم او سب اثناء اداء مهامه وكذلك الماده نعم مع مرؤوسها. انا الفقره الاولى كملتها هنا. المدير لم يقف عند الحد بل هددني وتوقيفي حسب زعمه لأني رفضت القيام بمهام غير قانونية وغير بيداغوجية حيث مهام الأستاذ محددة وواضحة في نصوص تشريعية بداية من مادة 41 من القانون
1315 وكذا المادة 5 وكاين هذا ال نشوفوا الماء وين مذكوره من قوانين الاستاذ. هذه هي ال وهي مهام بيداغوجية محضة. هذا من المفروض انا لو كان جيت في بلاصه كان من المفروض هذا نحطه في مديريه التربيه، ولكن الحقيقه انا ما نستناش مديريه التربيه، انا باغي غير نخليه شويه في مديريه التربيه باش ينقال بعث، ومن بعد انا نجيب لجنه. انا نفكسيه هذا، نفكسيه للوزاره. انا طعن كيما انا نفكسيه للوزاره، ما انا نبغي لجنه وزاريه تجي، ما كذبش على روحنا كاع. انا لو كان جا معايا مدير هذا والله نحاسب به، والله نحاسب به، وكي نقول لك نحاسب به قانونيا ما واش يعني انا من السيد المحترم السيد المدير لم يقف عند هذا الحد، بل هددني بكتابة التقرير وتوقيفي حسب زعمي لأنه رفضت القيام بمهام غير قانونية وغير بيداغوجية، حراسة الساحة وحراسة المطعم، حيث مهام الأستاذ محددة وواضحة في النصوص التشريعية بداية من المادة واحد من القانون الأساسي وكذا المادة 5 منه، وهي مهام بيداغوجية محضة. هذا بالنسبة للمهام، يعني كان يحاول يخليها تحرس الصحة وحراسة المطعم. المادة أعتقد واش في 70 في القرار الثاني تتكلم على مهام الأساتذة، وين راهي هذه 70؟ لا هذيك 71 يعني تفصل بأنه بيداغوجية. دوك نشوفوا هذه القرارات، قرارات نعم واش 70 74 اعتقد الا ما خانتني الذاكره 78 يتعين على الاساتذه تبني المقاربات البيداغوجيه المنصوص عليها. شوف مهم يقوم الاستاذ بتطبيق التوجيهات الرسميه والبرامج التعليميه والمواقيت. هي 77 و 78 تتكلم على مهام الاستاذ كلها بيداغوجيه. اسمع، يقوم الاستاذ بتطبيق التوجيهات الرسميه والبرامج التعليم والمواقيت ومناهج ودليل الاستاذ وكل وثيقه اخرى ذات طبيعه بيداغوجيه. راه يقول لك انت عملك بيداغوجي. إذن 77 و 78 كما أكدت المادة 77 و 78 من القرار رقم 60-65 المذكور على أن مهام أستاذ مهام بيداغوجية لما كل هذا التهديد والوعيد. سيدي الكريم أرجو من التدخل هذا الظلم. سيدي أرجو أن يسير المجلس هنا. كذا ممارساته ممتاز. وجدت في خلص الحلقة. نعمل الخاتمة، شوف لك أنا
أسمع. هاو مليح، نتأكدوا منه. أي المراجع يشرفون يقدم على سيادتكم بطلب هذا المتضمن شكوى ضد السيد المدير بسبب الممارسات غير المهنية ضدي وغير القانونية، حيث قام بإهانة والصراخ في وجهي عدة مرات أمام الأولياء وأمام الأساتذة، وترديد عبارات غير لائقة بوسط التربوي مثل مش وحده كما أنت تهضر معايا. المهم هذه عبارة كذا في مخالفة صريحة منه للنصوص الشرعية في تحديد والضبط التي تحدد وتضبط العلاقة بين الموظف وعلى رأسها. تعاودوا تأكدوا منه المادة 30 من المذكورة على، والتي تفضي بوجود أو تقضي بوجود حماية الدولة للموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو سب أثناء أداء مهامه، وكذا المادة التي تكفى ضرورة ممارسة مهامه في بيئة تضمن له الكرامة والصحة والسلامة، علاوة على المادة 52 منه التي تفرض على الموظف التعامل بأدب مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. سيدي المحترم، السيد المدير لم يقف عند هذا الحد، بل هددني بكتابة التقرير وتوقيفي حسب زعمه لأني رفضت القيام بمهام غير قانونية وغير بيداغوجية حرصها مطعم، حيث مهام الأستاذ محددة وواضحة في النصوص التشريعية بداية بالمادة 41 من القانون كذا، وكذا المادة 5 وهي مهام بيداغوجية محضة، كما أكدت المادة 77 و 78 من القرار 65 المذكور أعلاه أن مهام الأستاذ مهام بيداغوجية، فلما كل هذا التهديد والوعيد؟ سيدي أرجو من سيادتكم التدخل لرفع هذا الظلم الذي لحقني من شخص المدير، ووضع حد لتجاوزاته وكذا ممارساته التعسفية، ودمت في خدمته الصالح العام. توقيع السيد المدير. هذا الأستاذ أو الأستاذة هذه تديها للمدير، هذا تكتب يعني تقدر دير كوبي كولي، يعني نسخ إذا عند الحاسوب وتطبع، او تحملها في فلاش ديسك وتطبعها في المكتبه او في مقاهي الانترنت، او تكتبها باليد وتملا المعلومات، تغير اذا كان شيء تاخذها للمدير، تضع نسختين، نسخه تحتفظ بها ونسخه تضعها للمدير، اذا وقع عليها وارسلها الى مدير التربيه ف هذا يكون قد احترم السلم الاداري. اذا لم يصادق عليها تقلب الورقة وتكتب خلفها رفض المدير التوقيع، التاريخ الساعة، وترسلها إلى مدير التربية. هنا من المفروض كاين هنا نسينا يعني في من السيد كذا، هذا إن شاء الله أنا الطريقة هذه يعني تكون قد أفادتكم. قلت ربما إذا كانت هناك صعوبة هي فقط في إيجاد المراجع مع ما يتناسب من التجاوزات، إذا كانت هناك تجاوزات أو تهم توجه إلى هذا الشخص فكيف نقوم بضبطها مع القوانين. طبعا أي شخص يريد كتابة طعن ويحتاج إلى قوانين يعطيني التجاوزات وأنا أحدد له ما هي النصوص أو المواد، وهذا يكون أسهل، أفضل من أن أكتب لك كل شيء، لأنه الغالبية يجدون الصياغة لكن لا يجدون إيجاد هذه المراجع. أتمنى إخوان أن يكون أفادكم هذا الفيديو. إذا كان هناك استفسار تواصلوا معي سواء في تليجرام أو في قناتي، في الغالب في القناة يندروا الدخول لها، لكن في تليجرام أو في حسابي يعني فيسبوك. إخوان أتمنى قلت أن يكون أفادكم هذا الفيديو. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.